Assalamu alaikum. Alaikum salam. You live here? أفاض الله تعالى عليك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأفاض الله تعالى عليك من تجلياته وفيوضاته ورحماته وملائكة قدسه وأنوار قدسه يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله ثم أرفع الصلاة والسلام عليك يا سيدنا أبا بكر الصديق ثم أرفع الصلاة والسلام عليك يا من تخلل بالعبا ألف ألف صلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا من أعطى محمد صلى الله عليه وسلم يا من صدق رسول الله يا سيدنا أبو بكر الصديق ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا أول خليفة رسول الله ألف ألف صلاة والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب يا من فرقت بين الحق والباطل وكل جاء الحق وزهق الباطل لكان زهوقا ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا سيد الخلفاء وتاج العلماء وصهر النبي المصطفى سيدنا عثمان بن عفان ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك يا رابع الخلفاء يا سيدنا علي كرم الله وجهه يا من قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الأم وعلي بابها ثم ألف ألف صلاة والسلام عليك ورحمة الله تعالى وملائكته على صاحب هذا المقام مولانا سيدنا برهان علي شاه وعلى المدفونين في هذه الجوار وهذه البلدان ألف ألف الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه عليكم في العالمين إنه حميد مجيد أمين تعالى الله تعالى درجاتكم دائما وأمدنا بمددكم ونفعنا ببركة أنفاسكم القدسية وأفاض الله تعالى عليكم وعلينا وعلى جيرانكم من أسرار سر سورة الفاتحة والإخلاص سر إخلاص والفاتحة يا رب بشهادتك يا الله بشهادة رسولك المصطفى بشهادة أهل السماوات والأراضين بشهادة جزء لا يتجزا مما سوى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله وكالة عنا وأزواجنا وأولادنا وعيالنا جميعا تعلق بنا وصانا وصوصانا بدعاء الخير الأمة عامة أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكالة عن لم يأتوا بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا ربي الله من عهده جاد درتي إلى يومنا هذا كم صدر منا من جنايات وكبائر وأثام وبهتان وغيبة ونميمة وزنا تبنا ورجعنا إلى الله نتوب إلى الله توبة نصوحة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين ثم
الصلاة والسلام عليك يا صاحب هذا المقام. اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه أوليائك الكرام وبجاه سيدي سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد الله الفازد سيدي سلطان الأولياء سيدي شيخ محمد ناظم الحقاني وبجاه أوليائك جميعا وأنبيائك وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولي يا رب يا الله وكل نبي وملائكتك الكرام يا الله وكل من له جاه عندك يا الله وصاحب هذا المقام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واقضي ديوننا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأمد بعون إدراك عصر صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اسقنا من كأسه وأوردنا حوضه وانفعنا بمحبته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربي يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا الله. اللهم ثبتنا على الحق آمين. اللهم ثبتهم على الحق آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال آمين. اللهم احشرنا مع حبيبك المصطفى في الدارين يا رب يا رب في الدنيا وفي الآخرة واجمعنا به يا رب في الدنيا وفي الآخرة بدون النظر إلى ذنوبنا يا رب يا الله. إنك الكريم أنت الكريم كلنا كان عبد وحق ما يقول لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا شيخ برهان علي شاه جئنا عندك فلا تردنا خائبين. قدمنا لحضور الله عز وجل لحضور النبي صلى الله عليه وسلم طاهرين مطهرين واقبل زيارتنا. أودعنا هذه المناجات والزيارة والذكر عندك يا سيدي يا رسول الله وعندك يا سيدي يا سلطان الأولياء يا شيخ عبد الله الفائز الدخساني سلطان الأولياء سيدي الشيخ محمد ناظم العنقاني وعندك يا شيخ برهان علي شاه صاحب هذا المقام وهم لنا وديعة عندكم يوم القيامة يا حبيب رسول الله ويا حبيب أولياء الله وحبيب وعند النبي المصطفى عند أولياء الله بحرمة الحبيب وحرمة الفاتحة. خبر الله. To Prophet and that Ziyara, he will take it to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hope that Prophet turn it into a real Ziyara. Amen. Thank you.
Watch. About 3 hectares. 10 hectares. Which 10 acres is 3? 40. No. 10 acres. Eka, Bonja Wana Uza Begani. That place is all very big. All the way to the trees there. Yes. More than 10 acres. Sasa, Nazafika Gama, 100,000. Amazing.